أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. السخوي 34 في الجزائر، أول سخوي 34 وبشكل رسمي ومعلن يدخل خط الإنتاج موجها إلى الجزائر. معلوم أنه في منذ 2010 والجزائر تفاوض موسكو حول هذه الصفقة، لكن لم توقع على هذه الصفقة موسكو إلا في 2016 حول 12 وحدة، بمعنى سرب للسخوي 34 وقع في 2016 ولا يدخل الإنتاج إلا في هذه اللحظات بقرار من بوتين. هذه العملية يجب التذكير بها بأنه منذ 2010 والمفاوضات جارية بين الجزائر العاصمة وبين موسكو، هذه أخبار رسمية الآن. وفي 2016 وقع الاتفاق ودخل إلى خط الإنتاج لأول طائرة في هذه الأيام تحديدا قبل يومين من في 2019 أضافت الجزائر 14 ضمن نفس الصفقة، يعني وسعت الصفقة إلى 14 وحدة إضافية. لذلك فهذه السيرورة الرسمية لوصول السخوي 34 إلى الجزائر. هل هناك إمكانية في وصول أبعد، يعني أن هناك أرقام يمكن أن تجعل من 12 سربا كاملا لسخوي 34 في الجزائر في 2021؟ بالنسبة لما هو معروف فإن المصنع الذي يقوم بالعمل على السخوي 34 لا ينتج إلا ما بين 8 و 14، يعني أن أقصى درجة إنتاجي هو بين 12 و 14 وأقلها هي 8. لذلك فإن دخول السخوي 34 إلى خط الإنتاج، نحن لا نقول التصنيع فقط إنما خط الإنتاج، فالمسألة تتعلق بالسرب الأول الموقع في 2016 سيحسم في 2021، فيما الطلب الآخر سيكون متواصلا في 2022، لأن هذا هو التأجيل وحرب التأجيلات التي يقوم عليها الروسي لأسباب عدة. حسب موازين القوى وحسب رؤية روسيا، واليوم السخوي 34 في الجزائر خط إنتاج سيستمر إلى حدود غشت، سيكون نصف الكمية وبعدها سيكون الطراز كاملا سرب كامل من السخوي 34 في الجزائر. تقرير يحمل اسم الخطط الرسمية ل 2021 للقطاع العسكري للصناعة الجوية في روسيا، يورد التقرير رسميا تعمل 4 أسراب من سخوي 30 كاي، وهناك سرب خامس من سخوي أو سو 30 ام كاي من مصنع إيركوتسك أو معروف لدى الغرب بالآي اي زد. في 2021 سيعمل مصنع نوفو سيبرسك على صناعة أول طائرة من سخوي 34 للجزائر، ثم سخوي 34 ام لروسيا. يعني أن هناك السخوي 34 فيها السخوي 34 اي او او هي الموجهة إلى الجزائر وهي التي بدأ العمل بها، ثم هناك تطوير روسي للسخوي 34 ام موجهة مباشرة إلى الجيش الروسي. لذلك فهناك خلاف يجب التدقيق فيه على أن السخوي 34 أو A يختلف عن السخوي 34 M. ويريد الجزائريون حسب البيان الرسمي 14 من هذا الطراز سخوي 34 E، 20 طائرة من سخوي 34 M لصالح الجيش الروسي من نفس المصنع، ولا يقوم هذا المصنع كما قلنا إلا بصناعة بين 8 و 14 طائرة من سخوي 34 كل سنة، بمعنى أن 14 طائرة من السخوي 34 أو A ستكون في الجزائر في غضون هذه السنة،
وبدأ خط الإنتاج مع الطائرة الأولى، وسيكون التسليم في حدود الطائرتين الأولتين في التصنيع، سيكون مباشرة نحو الجزائر العاصمة. ولذلك فبالنسبة لأقصى تقدير للتسليم حدد في 12 من مايو، مما يجعل الأمور أكثر دقة، وأن 14 طائرة من السخوي 34 ستكون في الجزائر بشكل كامل في نهاية 2021، لأن المصنع وأجندة تصنيعه تصل إلى هذه الحدود. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي ذكرناها في الأول والتي تشير إلى بدء المفاوضات حول السخوي 34 في 2010، في 2016 كان هناك توقيع الاتفاق حول 12 طائرة. هنا السؤال المطروح، في 2019 هناك طلب آخر ل 14 طائرة هي التي تصنع الآن، هي التي بدأ خط إنتاجها. السؤال المطروح، هل السخوي 34 ل 12 طائرة ل 2016 هل تسلمتها الجزائر أم لا؟ هذا هو السؤال. رسميا يتأكد من الروس أن التسليم يأتي أمام إعادة، كان الاتفاق الذي حدث في 2019 كان إعادة صياغة لاتفاق 2016. يعني من 2010 وقع الاتفاق في 2016 ولم يبدأ الانتاج بعد، وفي 2019 جدد الاتفاق بعد 3 سنوات من توقيعه، وجدد على أساس إضافة طائرتين، وحدث أن كانت 14 طائرة. وفي هذه الحالة اليوم ينفذ هذا الاتفاق على أساس أن 14 طائرة هي التي عمل عليها الجزائريون. لتتوضح الصورة بشكل أكبر، أن ما حدث في 2019 ليس إلا توقيعاً تغييراً اتفاقاً جديداً عن الاتفاق القديم بتعديله، وكان هذا التعديل يخص 14 طائرة عوض 12، وكان هذا بمثابة ماذا؟ أن الثمن لم يتغير، الثمن لم يتغير، وهذا التأخير أضاف إليه الروس طائرتان منهما لتعويض هذا التأخير، ولذلك فلم يعد هناك تأخير الآن، وأمامنا 2021. لأنه في حال حدوث مثل هذا التأجيل مرة ثانية في 2021، وترى أن في 2022 ستكون هناك طائرتين إضافيتين إلى 16 طائرة، وهذا ما سيكلف الخزينة الروسية. لذلك فهذا هو فهم الصفقة اليوم. هناك تفاصيل دقيقة جدا حول الصفقة، لأن هناك تقريرا رسميا في الموضوع حول السخوي 34، كيف كان الإجراء من 2010 إلى 2016 لحظة التوقيع، ثم تعديل في 2019، وبعد 2019 هناك تخوف من عدم تسليم الجزائر طلبيتها، وبالتالي فإن الأمر سيستدعي مرة أخرى إضافة طائرتين، سيصبح الأمر أمام 16 طائرة، وهذا مكلف كما قلنا. إذن هذه هي الخلاصة الرئيسة بالنسبة لوصول السخوي ودخول وصول السخوي، يعني أنها دخلت في إطار الإنتاج الموجه، فبعد طائرتين مباشرة يتوصل بهما الجزائريون. هذا هو الاتفاق، وهذا جوهر الاتفاق. وبالنسبة لما يجري، فإن كل طائرتين ستطير إلى الجزائر، هذا حسب الاتفاق. لأن بالنسبة للتفويج الذين يعلمون العسكرية الروسية، فإن التفويج عندهم في حدود الطائرتين مباشرة، ويعتبرون سربا في حدود الطائرتين، لأن مثل هذا العدد قد يقوم بعملية مباشرة. لذلك فالأمور بالنسبة إليهم واضحة للغاية، وهذا الذي يعطينا تفصيلا عن العمليات وإطارها، وكيف يمكن الذهاب بعيدا باتجاهها. لأن المهم بالنسبة لهذه الصفقة أن دخول نوفوزيبيرسك إلى خط الإنتاج، فإن هذا هو الذي أخذ بعدا آخر. لأن العملية كيف؟ عندنا 14 طائرة كمعدل أقصى بالنسبة للإنتاج في حدود 12 شهر، يعني أننا أمام طائرة في كل شهر تقريبا،
وهذا هو المعدل الطبيعي الساري به العمل بالنسبة لهذا المصنع. واحدة من الأم وجهت إلى الجيش الروسي، ثم واحدة من الأم وجهت إلى الجيش الجزائري. خط الإنتاج في هذه الحالة، كم من خط إنتاج؟ سنرى أن هناك 4 خطوط إنتاج في هذه العملية كلها، وهذا الذي سيجعل من الآن وفي حدود مارس كما قلنا في نهاية مارس سيكون السخوي 34 في الجزائر تطير بشكل عادي أمام وثائق رسمية روسية واضحة وتكشف لماذا السخوي 34 أو أي في الجزائر. هذه الطائرة تصل كل وحدة فيها إلى 36 مليون دولار. ثم هذا هو الأكثر أهمية، أن هناك تفصيل تقني، نحن لا نتحدث عن السخوي 34 أم الموجهة خصيصا إلى الجيش الروسي، نحن أمام الـ 34 التي قامت بعمليات في 2015 و2016 في سوريا وهي تحت عنوان E أو A، وهي التي قامت بجل العمليات في سوريا. هذا هو المقصود، هذا هو الطراز. لكن هذا الطراز منذ 2015-2016 عدل وطور وحسن وأصبح يسمى السخوي 34M. هذه التي سيستخدمها من الآن الجيش الروسي ليس هو نفس الطراز الذي عند الجزائريين. الجزائريين سيكونون في حدود 2016 بهذا الأداء ل 2016، ومجرد أن يكون هذا التأخير فهو مقصود للغاية، لأنه من 2010 إلى 2016 ومن ثم إلى 2019 لا يكون الإنتاج إلا في 2021، أي بعد 11 سنة وبعد دخول الجيل الثاني. الجيل الثاني الآن في 34 إلى التصنيع، آنذاك سلم الروس الأو إلى الجزائريين ودخلوا في تصنيع الأو الجزائرية. لماذا تحديدا السؤال؟ لأن هناك رغبة دائما في إعطاء الامتياز التقني للروس من جهة، وثاني مسألة وهذا هو المهم، على أن التجديد الذي حدث في 2019 بالنسبة للأو كان آنذاك لم يصل بعد الروس إلى تعديل للـ 34، ولم يعدلوا إلا في 2020، وعندما عدلوا في 2020 دخلوا إلى الإنتاج في 2021 بالنسبة للسخوي 34 أم. هنا أركز جدا لأن الكل يسمع سخوي 34 مثلا 34 أو 35، يجب أن ننتبه لما بعد، لأن هناك الطرز الحقيقية، ولذلك فهناك طرز قد تكون متجاوزة. نحن نتساءل الآن هل هذا الطراز متجاوز؟ لا زال إلى الآن يعمل، لا زال إلى الآن يعمل في الجيش الروسي، ليس لدى الجيش الروسي إلى حدود هذه اللحظة سوى طبعة الأو التي تعمل في سوريا وتعمل في كل مكان، وهي التي قامت بعملية ضد كوك المدمرة الأمريكية بشكل قياسي وقاس جدا ضد المدمرة. مهم جدا بالنسبة لي لأن ليس هناك بعد أم، فهي دخلت للتصنيع في هذا الشهر فقط. إذن قامت بعمليات سورية، قامت ضد المدمرة، قامت بالمناورة في لينينغراد في 16 من الشهر الماضي، كل ذلك يؤكد على كفاءتها، كفاءة الأو، لكنها لن تصل إلى الآن كما هو معهود. أما بالنسبة لي أن الجزائر بسرب كامل زائد 2، يعني أننا أمام السرب زائد 2 للعمليات الخاصة بالنسبة للسخوي 34، فإنها ستكون بمثابة إضافة كبيرة جدا وقياسية أمام باقي ما لدى الجزائر. فالجيش الجزائري يعمل بأربعة أسراب من السخوي 30 كاي كما أكدنا، وهناك سرب خامس للسخوي 30 ام كا. لذلك فهذه الأمور دقيقة جدا، وأن مثل هذا التسليح سيكون لديه أثر كبير جدا في المنطقة لسبب بسيط، على صعيد البحرية وعلى صعيد المدمرات
الفرنسية على وجه التحديد، ولذلك فالفرنسيون ضغطوا بكل ما أوتوا من قوة على روسيا للتأجيل ثم إعادة التأجيل، لكن الآن هناك شرط يجب تنفيذه، ولذلك فلا بد من تسليم الجزائر. باقي السرب الكامل بالنسبة للسخوي 34 والذي دخل خط الإنتاج في هذا الشهر تحديدا، لأن خطوط الإنتاج إلى الآن لم يدخل بعد فيها السخوي 34 أم، لذلك فكل ما يجري الآن من خط قد يصل إلى تسليم الجزائر لأربع طائرات على الأقل في نفس حدود يونيو. هذا هو الذي يمكن اعتباره بمثابة الخلاصة الأخيرة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.